أهلا، مرة أخرى من رياضنا في الرياض ومدارس جامعة الزرقاء، معكم معلمة اللغة العربية المعلمة آيات أبو سعدة، معلمة اللغة العربية للصف السابع. يا رب عجل لنا كل جميل ننتظره يا الله. الآن عزيزاتي سننتقل معا إلى التعبير، صفحة 62 و63 لكتابة موضوع التعبير. المطلوب عزيزتي منك ما يلي: لخصي بما لا يزيد على 90 كلمة قصة المثل وافق شن طبق، مستعينة بإجابات الأسئلة الآتية: أولاً، لماذا قرر شن أن يطوف في البلاد؟ ثانياً، ما مضمون الحوار الذي دار بين شن والرجل؟ ثالثاً، كيف وجد شن الزوجة المناسبة له؟ الآن عزيزتي أذكرك بأننا نراعي في التلخيص المحافظة على الأفكار الرئيسة والأحداث المهمة واللغة السليمة والجمل المترابطة التامة المعنى واستخدام علامات الترقيم المناسبة. وفقك الله تعالى في هذا المطلوب. الآن عزيزتي أذكرك بأن تبعثي لي بالإجابة المطلوبة، مع شكري واعتزازي بكن جميعاً جميلاتي. شكراً من القلب للحل، وشكراً لك عزيزتي للمتابعة، معلمتك المحبة آيات أبو سعدة، بانتظار إجابتك عزيزتي الجميلة.